السلام عليكم، كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لدرس اللغة العربية؟ شكرا لكم. أولا تعالوا نتعرف إلى اليوم. ما هو اليوم؟ من يقول لي؟ اليوم هو الثلاثاء. اليوم هو الثلاثاء. 21 شعبان. 21 شعبان. 1441 هجري. 1441 هجري. أربعة عشر 2020 ميلادي. تعالوا نتعرف إلى نواتج التعلم. أولاً، أن يقرأ الطالب حرف الضاد مع المدود. ثانياً، أن يتعرف الطالب على العدد 21. ثالثاً، أن يتعرف الطالب على شكل الهلال. أولاً، تعالوا نقرأ بعض الحروف مع المدود التي تعلمناها سابقاً. حرف الراء مع المد الياء، ماذا يصبح؟ ري 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 ريشة ريشة. أحسنتم، أعدوا معي، ريشة. حرف الواو مع المد الألف، وا وا وا. وادي وادي. أعيدوا معي، أحسنتم، وادي. الآن حرف الجيم مع المد الواو، جو جو. جود جود. أعيدوا معي، جود، أحسنتم. والآن حرف الزاي مع المد الألف، زا زا زا. زارة زارة. أحسنتم يا أبطال. والآن من يقول لي ما اسم هذا الحرف؟ أحسنتم، إنه حرف الضاد. ضاد، يوجد فوقه نقطة. ضفدع ضفدع. ضي ضفدع. ضي ضفدع.
الآن تعالوا نقرأ حرف الضاد مع الحركات. حرف الضاد مع فتحة، ض ض. أحسنتم. حرف الضاد مع فتحة، ض ض. حرف الضاد مع كسرة، بارك الله فيكم، ض ض. حرف الضاد مع ضمة، ض ض. حرف الضاد مع السكون، ض ض. أحسنتم يا شطار. أشكال حرف الضاد. حرف الضاد في أول الكلمة. حرف الضاد في وسط الكلمة. حرف الضاد آخر الكلمة متصلة. حرف الضاد آخر الكلمة منفصلة. أحسنتم. الآن يا صغاري تعالوا نتعرف على حرف الضاد مع المدود. أولاً حرف الضاد مع المد الألف، ضا. حرف الضاد مع المد الألف، أعيدوا معي، ضا. أحسنتم. حرف الضاد مع المد الياء، ضي ضي. قولوا معي، ضي. أحسنتم. حرف الضاد مع المد الواو، ضو ضو. بارك الله فيكم. الآن نعيد، ضا ضي. دو. أعيدوا معي، ما هذه؟ أحسنتم، ضا. وهنا ضي. بارك الله فيكم. وهذه دو. أحسنتم. ماذا نرى في الصورة هنا؟ من يقول لي؟ إنه ضابط. أحسنتم، ضابط. تعالوا نقرأ، ضابط ضابط. إذا من هذا؟ ضابط ضابط. أحسنتم. ماذا يفعل الولد هنا؟ من يقول لي؟ يغسل قدمه. أحسنتم. ولكن لماذا يغسل قدمه؟ انظروا، انظروا إلى الكلمة، وضوء وضوء. إنه يتوضأ من أجل الصلاة، وضوء وضوء وضوء. أعيدوا معي،
وضوء أون. أحسنتم. وهنا ماذا نرى؟ ماذا نرى في الصورة؟ نعم، إنه طفل صغير رضيع. إذن ماذا نرى؟ إنه طفل صغير ولكنه رضيع. إذن هيا نقرأ رضيع رضيع. أعدوا معي رضيع رضيع. أحسنتم. نعيد حرف الضاد مع الألف. ضا ضا ضابط ضا ضابط. قولوا معي ضا ضابط. أحسنتم. وهنا ضي. رددوا معي ضي. رضيع ضي رضيع. أحسنتم. وهنا ضو ضو. وضوء ضو وضوء. أحسنتم. بارك الله فيكم. شكرا لكم يا أبطال.